أمير الأغنية العربية، صاحب الصوت الماسي، ملك الوسامة والإحساس، النجم الأكثر فوتوجينيك. تعددت الألقاب واسمه بقي واحدا، هو نجم أنيق في الخياطة وبارع في تفصيل وحياكة مستقبله الفني بصوته العذب وإحساسه المرهف. نتعرف في هذا الفيديو الجديد من قناة قصة حياة على النجم الذي انتقل من الخياطة إلى الهندسة، ثم هرب من والده وابتعد عن ابنه الوحيد. إنه ماجد المهندس. اشترك في قناة قصة حياة وقم بتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد أولا بأول. قصة حياة وأسرار ماجد المهندس، من الخياطة إلى الهندسة، هرب من والده وابتعد عن ابنه الوحيد. ماجد عبد الأمير عذير العتابي، أو المعروف بماجد المهندس، فنان ومطرب عراقي الجنسية، ولد في العاصمة العراقية بغداد في 25 من أكتوبر تشرين الأول من عام 1971، وله 3 إخوة وأختان. بدأ ماجد المهندس عمله إلى جانب أبيه في الخياطة، حيث كانوا يملكون محلا للخياطة اسمه المقص الذهبي. وبعد دراسته الثانوية انتقل إلى دراسة هندسة ميكانيك الطيران التي أنهاها بدرجة البكالوريوس، إرضاء لرغبة أهله، لأنه شخصيا لم يكن يطمح أو يحلم إلا بدخوله عالم الفن، ويبدو أنه من هنا قد اختار اسمه أو كنيته الفنية المهندس. لم يكن ماجد المهندس يمتلك دعما من أسرته لموهبته الفنية، حيث كانت موهبته الفنية واضحة وجلية منذ نشأته. كان شديد الحب لها ومتعطش لتنميتها، إلا أن والده على وجه التحديد كان من أشد المعارضين له في الدخول لعالم الفن. شغف المهندس اقتاده إلى التمرد على واقعه والهرب من أبيه، فسافر إلى الأردن بصحبة صديقه الشاعر عزيز الرسام، باحثا عن طموحه وأحلامه في الغناء والفن. لكن بداية الصدمات كانت من الأردن، فقد تخلى عنه صديقه عزيز وسافر إلى أستراليا بعد طلبه اللجوء السياسي هناك، مما أجبره على تحمل مسؤولية قراره ومستقبله بشكل مبكر. لجأ للعمل في الأردن من أجل الحصول على قوته اليومي، ومع تراكم المصاعب وعدم إيجاد شركات إنتاج تحتضن موهبته، عاد مرة أخرى إلى العراق وإلى مهنته في الخياطة، حتى تمكنا من جمع المال الكافي لشراء آلة العود، ومن ثم بدأ العمل في الخياطة صباحا وفي الغناء ليلا في المطاعم والملاهي الليلية. تقدم الشاب الخجول والهادئ للحصول على إجازة الغناء في الإذاعة، إلا أن اللجنة قد رفضته، وقيل أنها وصفته بأنه لا يصلح للغناء. هذه الصدمة دفعته لدراسة الموسيقى وأصولها، فتلقى العديد من الدروس حتى تمكن من التقدم إلى اختبار الأصوات في الإذاعة العراقية مرة جديدة. هذه المرة تمت تزكيته من قبل نخبة من كبار الفن العراقي، وخطف نجاحه الأول كمطرب شاب في الإذاعة والتلفزيون العراقي. تأثر ماجد المهندس بالكثير من الفنانين، من أبرزهم ناظم الغزالي وسعدون جابر، وأطلق الفنان العراقي أولى أعماله في العام 1991، كان هذا العمل هو أغنيته الأولى المشكلة. وبعد مجهوده الكبير التقى بالفنان فائق حسن الذي عمل فيما بعد مديرا لأعماله، وجاءت انطلاقته الأولى مطلع العام 2000 مع شركة الخيول للإنتاج الفني، التي أطلقت أول ألبوماته مو بس أحبك، إضافة لعدد آخر من الألبومات التي مكنته من الصعود على الساحة الفنية وخطف الأضواء
في الساحات العربية. بدأ المهندس يجني ثمار تعبه بعد أولى مشاركاته في مهرجان الأغنية العربية في المنامة عام 2001 وفوزه بجائزته الأولى للأغنية العربية فيه. استمر المهندس مع شركة إنتاجه الخيول فترة قاربت 4 سنوات، أطلق من خلالها 4 ألبومات إلى أن انتقل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقع هناك عقداً مع شركة الإنتاج روتانا عام 2004. كانت هذه الخطوة نقطة التحول الأهم في حياته، والتي زادت من شهرته في ساحة الفن العربية. كان أول ألبوم تصدره له روتانا هو وحشني موت، تلاه إن جنيت، ثم إنسى، واستمر إنتاج الألبومات والعمل مع روتانا حتى يومنا هذا. واكتسب نجمنا عدة ألقاب أطلقها عليه جمهوره، مثل أمير الغناء العربي، صاحب الصوت الماسي، ومهندس الأغنية العربية. كما تمت الاستعانة بماجد المهندس في تلحين أوبريت الجنادرية 31، وأطلقت عليه حينها الصحف السعودية لقب الفنان السعودي ماجد المهندس، حيث منح الجنسية السعودية عام 2009، لكنه مع هذا لم يتخلى عن جنسيته العراقية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا سنتكلم عنه في هذا الفيديو. في العام 2011 شهد مهرجان فبراير حضور الفنان ماجد المهندس في سابقة من نوعها، بعدما كان يمنع على الفنانين العراقيين إحياء حفلاتهم في الكويت على خلفية الحرب بين البلدين. شارك المهندس في غناء تترات المسلسلات الرمضانية خاصة الخليجية، ومنها مسلسل وجع الانتظار، شوية أمل، أبو كريم برقبته سبع حريم. والجدير بالذكر أن الفنان ماجد المهندس كان له مشاركة فنية يتيمة في مجال التمثيل في مسلسل راجل وست ستات بجزئه الأول بصحبة الفنان أشرف عبد الباقي. أما على صعيد حياته الشخصية فالمهندس مولود برج العقرب، تمتع بحياة كثرت فيها الصدمات والمواقف المحرجة. فعلى سبيل العاطفة، كان ماجد المهندس قد تزوج من سيدة تونسية، إلا أنهما سرعان ما انفصلا، فقامت زوجته السابقة برفع دعوى قضائية عليه تمكنت فيها من كسب حضانة ابنه ليبقى معها في فرنسا بعيدا عن والده، الأمر الذي أثر عليه كثيرا، وطلب من أحد أصدقائه كتابة أغنية له حملت اسم حبك قتلني محمد. في شهر أكتوبر من عام 2008 تعرض المهندس لحادث سير أليم على مقربة من العاصمة باريس بعد عودته من إيطاليا إلى فرنسا تحديدا. أبعده هذا الحادث عن عالم الفن، حيث إنه تعرض على إثره لكسر في الفك بالإضافة إلى ردود وجروح حرجة. كذلك ظهرت في مارس 2019 إشاعة مفادها تعرضه لحادث سير في السعودية، وانتشرت الشائعات حينها في مواقع التواصل الاجتماعي تعلن وفاة أمير الأغنية العربية، لكن تلك الشائعات تم نفيها فيما بعد، وكذلك تم نفي وقوع الحادث. أما عن حصوله على الجنسية السعودية بمكرمة من ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، أثار هذا الأمر الجدل بين متابعيه، حيث اعتبر البعض هذا الأمر بمثابة تخليا منه عن بلده العراق. فكان رد المهندس على هذا الأمر بالقول: أنا أتشرف بكوني عراقيا ولم أتخلى عن جنسيتي، كما يشرفني حصولي على جنسية عربية تكريما لي ولبلدي الذي أمثله. الجنسية السعودية حصلت عليها لتقديمي ألحانا لأكبر وأضخم مهرجان في بلدي الثاني السعودية، ويشرفني حمل هذه الجنسية فضلا عن بلدي الأم. مرة أخرى وقع المهندس ضحية الصيد في المياه العاكرة،
ففي حفل فني له قام بتقبيل العلم السعودي ووضعه حول رقبته، بينما كان العلم العراقي موضوعا على لوحة النوتات الموسيقية أمامه. لامه الجمهور على هذا الفعل واعتبروه انتقاصا لبلده الأم، فأوضح المهندس هذا الموقف بتصريح جديد له قال فيه: في أغلب الحفلات يقوم الجمهور بإهداء أعلام الدول لي أثناء غنائي تعبيرا منهم عن الحب، ويفتخرون بكوني أمثلهم، وهذا شرف لي، وأنا أقوم عادة بتقبيل العلم ووضعه على كتفي امتنانا مني للجمهور، وبعدها أضعه أمامي كما حصل في تلك الحفلة حيث قبلت العلم العراقي ووضعته على كتفي، ثم قمت بوضعه أمامي بعد أن انتهت الأغنية. وفي الأغنية الثانية قدم أحد الحاضرين لي العلم السعودي، فقمت بتقبيله ووضعه على كتفي، فقام أحد المغرضين بنشر الصورة على أنها انتقاص من العلم العراقي، وهذا غير صحيح، ولا أرى أنه من الخطأ أن أحمل علم السعودية بلدي الثاني الذي كرمني، وأنا ممتن لجمهوري الرائع فيه، كما أنا أتشرف بالعراق وكل الدول العربية، وأقول لكل من يزايد على وطنيتي: أنا ابن العراق، ولدت فيه وتربيت فيه وأعشق ترابه، وأنا ابن السعودية، احتضنتني وكرمتني كما إني ابن كل بلد عربي. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو، ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها. أما إذا أردت مشاهدة المزيد فاختر واحدا من الفيديوهات المقترحة التي تظهر على الشاشة أمامك الآن.